حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، قال: حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد، عن كُريب مولى بن عباس، عن ابن عباس، عن ميمونة بنت الحارث، قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا، وسترته، فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان: لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالارض او بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل راسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقه فقال بيده هكذا ولم يردها